مسيرة حلوة والله، ولمت العراقيين حلوة إن شاء الله دائما يا ربي منصورين. أقوى جمهور شفتوه خلال هذا العراقي صراحة. السعودية يقولون إحنا أقوى. لا العراقي أقوى. وينهم تتحداهم؟ نتحداهم وينهم؟ جمهورنا باللعب بالثنين. بالثنين بالثنين بالثنين. جاي من فندق طيارة النجاة هنا، جاي من النرويج ان شاء الله باشر. والله عندي فيها جاي ناس من السوي ان شاء الله. عليكم السلام. شو شفت الجماهير اليوم؟ والله كل الجو حلو. احنا من انجلترا جايين، اي الجو كلش حلو، وان شاء الله يا ربي اسود الرافدين يعيدون امجاد 2007 وناخذ الكاس ان شاء الله. توقعاتكم لنتيجه الغد؟ الغد 3-1، 3 عراق 1 الاردن. نتيجه عمو؟ والله ان شاء الله 2-0. نتيجه 3-0. 3-0. المهم التأهل. نتيجة أنا 3-0. 3-0. نتيجة 2-1 عراق. لا على هذا الجمهور أقشي 3. السلام عليكم. السلام عليكم. توقعاتكم نتيجة الغد؟ أنا إحساسي العراق يفوز. العراق يفوز إن شاء الله. أي دائما إحساس المكان. نتيجة قد عمو برأيك؟ والله أنا متوقع 2-0. 2-0 للعراق؟ إي نعم. إن شاء الله. شوف أعطيك تأهل حتى لو ركلات. أعطيك فشي، أنت بعدك يعني شاب. زين. أنا مواكب الكرة رياضة قديم جدا، ولزمنا أندية بالعراق. زين. جاي من الإمارات. بكل أحوال الأردن وبأسوأ أحوال العراق بغلبونا. أها. فصعب يغلبونا أستاذي. زين. تبين زوراي؟ لا أنا شرطاوي. شرطاوي؟ إحنا أنا شرطاوي. اليوم كنا نساند العراق، الشرطاوي والجوية والزوراي الكل من أجل العراق. هذا الجمهور اليوم هو اللاعب رقم 12، وتصور له فد تأثير كبير على تدرج المنتخب وصوله إلى المراحل النهائية بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل التوفيق. شكرا. السلام عليكم كابتن. توقعاتك حبيبي. النتيجة؟ توقعاتي أريد 3-1. غير 3-1 ما نقبل. والله فوز لنا وما نطي، والكأس لنا وما نطي. راح اوزع ذهب اذا فاز المنتخب العراقي. اذا فاز العراق والله قسما عظما. انت صايغ؟ انا صايغ. كارين. اذا فاز العراق شو تسوي؟ قسما عظما اذا فاز العراق راح اوزع ذهب. يعني سواري يمك؟ سوار موجود. يوزع صياني. صياني ذهب يوزع. والله النعم من كرم. ان شاء الله باكر 4-0. ترى الكل يشيد بكرم العراقيين، كل شيء وزعنا. مو غريب علينا. انا بالبصره من جو المجلس. زين. طلعتهم ذهب. اها اي والله كل اشاد بكرم العراقيين بكاس الخليج الاخير. يا طيب ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك يا حبيبي.